الأخبار من ATV العدالة. وفيها رئيس مجلس الوزراء دشن مشروع منشأة الشيخ صباح الأحمد الرياضية للمكفوفين. تعقيبا على العمل الإرهابي الذي حدث في المملكة، الغانم يؤكد ستبقى السعودية عصية على كل تهديد يمس أمنها واستقرارها. الكندري يطالب بإنصاف الموظفين المدنيين في الداخلية والدفاع في الترقيات والزيادات أسوة بزملائهم العسكريين. السماح للصيدليات الأهلية بإيصال الأدوية للمستفيدين بشروط. إلى التفاصيل. على هامش تدشينه مشروع منشأة الشيخ صباح الأحمد الرياضية للمكفوفين في مقر جمعية المكفوفين الكويتية، قال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بذوي الإعاقة على اختلاف مجالاتها، تأكيدا للتوجيهات السامية لسمو الأمير باعتبارهم جزءا أساسيا في التنمية، مؤكدا حرصها على توفير جميع متطلباتهم واحتياجاتهم. وأوضح المبارك أن توفير هذه الاحتياجات ودعم البرامج الخاصة بذوي الإعاقة سينعكس إيجابا في استثمار الطاقات الكامنة لديهم، مما يعود بالفائدة والنفع على المجتمع عبر مشاركتهم في مسيرة بناء وطنهم وتنميته. وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا المشروع الرياضي في تنمية مهارات أبنائنا المكفوفين وتطوير قدراتهم من أجل مشاركة إخوانهم الرياضيين في تحقيق الهدف الأسمى، وهو رفع اسم الكويت عاليا في مختلف المحافل والمناسبات الرياضية الإقليمية والدولية. قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن المملكة العربية السعودية ستبقى عصية على الدوام على كل تهديد يمس أمنها واستقرارها. وأضاف الغانم: نحن واثقون كل الثقة بحكمة ونهج القيادة السعودية، وهو نهج كان على الدوام يجمع ولا يفرق ويضع مصالح العرب والمسلمين كأولوية له، وسيستمر هذا الخط واضحا وجليا وشفافا كما كان منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز، مؤكدا تأييد الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها، وأن الوقوف إلى صفها واجب واستحقاق. حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين وشعبها الطيب الأصيل من كل شر ومكروه. وفي السياق، أشار النائب محمد الدلال إلى أن الأحداث الأمنية والتوترات العسكرية مصدر قلق للكويتيين والمقيمين، مبينا رفض العمل الإرهابي الذي حدث في السعودية، في إشارة إلى الهجوم على منشأتي نفط في المملكة. الأحداث اللي الأخيرة في عند الشقيقة المملكة العربية السعودية والهجمات الإجرامية والإرهابية اللي تمت، بلا شك أنها ليست بعيدة عن الكويت ولا نرضاها حتى على الأشقاء في دول الخليج. أشار النائب محمد الدلال إلى أن اقتراب طائرة بلا طيار من أماكن حساسة جدا في البلاد هو اختراق خطير جدا، وأنه بإمكان الطائرة المسيرة أن تخترق أي مكان سواء مجلس الأمة أو المدارس، لافتا إلى أن النواب طلبوا في الجلسة الخاصة بالوضع الأمني في شهر مايو الماضي بإنشاء جهاز للكوارث والأزمات، سائلا: ما هي استعدادات الدولة وهل هي مقتصرة على صافرات الإنذار؟ الاختراق الأمني الأخير اللي حصل من خلال وجود أو وصول طيارات بدون طائر أو بدون طيار أو طائرة بدون طيار واقترابها من مواقع حساسة في الكويت، بلا شك أن كذلك هذا اختراق خطير جدا، إذا علمنا أن مثل هذه الطيارات قد تحمل أسلحة تسبب ضرر كبير للأنفس أو الممتلكات. لذلك القضية ليست سهلة، هي قضية خطيرة على المستوى الأمن الداخلي وعلى المستوى الأمن الخارجي وعلى طبيعة العلاقة السياسية والأمنية بين دول الجوار، سواء المملكة العربية السعودية، العراق، إيران، والأجواء اللي تحيط في البلد والتوترات اللي تصير تحيط في البلد. لذلك بلا شك أن هذه التطورات تتطلب من الحكومة
ومن الأجهزة المختصة وبالذات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأجواء البحرية والبرية والجوية لدولة الكويت وتوفير الأمن الداخلي وكذلك الحيلولة دون تكرار مثل هذه الممارسات. إذا هاي طيارة بدون طيار دخلت إلى الأجواء الكويتية ولا أحد يعلم عنها وصلت إلى مواقع حساسة جدا 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 فتستطيع أن تصل إلى أي مكان، تستطيع أن تصل إلى المواقع النفطية، تستطيع أن تصل إلى مرافق الدولة الرئيسية، الدواوين الرئيسية، مجلس الأمة، مجلس الوزراء، المستشفيات، المدارس، المنازل. بلا شك أن الأمر خطير جدا. بدوره اعتبر النائب رياض العدساني أن بيان الحكومة عن إجراء التحقيق فيما تم رصده بتحليق طائرة مسيرة بالجانب الساحلي من مدينة الكويت يؤكد عدم جاهزيتها، مضيفا أنه كان الأجدر بها التصدي لهذا الأمر في حينه وأن تكون الجهات المختصة جاهزة لأي ظرف أمني طارئ، وذلك من منطلق الوقاية خير من العلاج. دعا النائب عبد الكريم الكندري وزيري الدفاع والداخلية لإنصاف الموظفين المدنيين في وزاراتهم والاهتمام بشؤونهم وعدم معاملتهم وكأنهم أقل مستوى من العسكريين في الوزارة. وبيّن الكندري أن الموظفين المدنيين في الداخلية والدفاع خارج حسابات المسؤولين سواء في الترقيات أو الزيادات والبدلات، ومن أبرزها عدم صرف الأعمال الممتازة لهم منذ سنوات، وبعضهم في عداد المنسيين في أغلب القرارات التي بها زيادات مالية أو تلك التي تحسن من ظروف الوظيفة حتى أصبحت بيئة عملهم طاردة. وشدد الكندري على أن الحقوق الوظيفية والواجبات يجب أن تمارس بعدالة بين الموظفين في الوزارات ولا تعتمد على التمييز إلا بما يقدمه الموظف من مجهود وما يبذله ويظهره من كفاءة في العمل. تقدم النائب محمد هايف باقتراح يقضي باستثناء أبناء الكويتية من أب غير كويتي من سياسة الإحلال الوظيفي ومنحهم الأولوية بعد الكويتي. وعلى صعيد آخر أشار هايف إلى أن التمادي من إدارة الجامعة في عدم تدارك الاختلاط الحاصل في جامعة الإجدادية يضاعف المسؤولية على وزير التربية الذي صرح سابقا بأنه لن يسمح بالاختلاط في الجامعة التي صممت بمباني منفصلة. وأضاف: نحن بانتظار تعديل الوضع الحالي بعد تخطي الإرباك الحاصل بسبب الوضع الجديد في الجامعة. كشف الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الدكتور عبد الله البدر عن إصدار وزير الصحة الشيخ باسل الصباح قرارا يسمح للصيدليات الأهلية بتوصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وغيرها من المنتجات الخاضعة لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية والتي لا تصرف بوصفة طبية للمستفيدين في منازلهم أو أماكن تواجدهم، وذلك بشروط وضوابط لضمان إيصاله بصورة آمنة وفعالة. ونوه إلى أنه يجب وجود سجل خاص لجميع منتجات تسليم الطلبات يذكر فيه اسم المنتج واسم الشخص والعنوان بالكامل ورقم الهاتف للشخص الطالب مع ضرورة إضافة الرقم المدني. وحذر البدر الصيدليات الأهلية من مخالفة هذا القرار مما سيعرضها للمساءلة القانونية وإغلاقها لمدة 6 شهور.